السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة درس جديد في كتابة الأكواد الـ HTML. إن شاء الله النهاردة درسنا عبارة عن الليستس اللي هي نظام القوائم. زي أنتوا شايفين هنا أدي ليستة، وعبارة عن الشكل اللي أنتوا شايفينه عبارة عن نقاط. تاني ليست اللي هي الأوردر ليست اللي هي 1 2 3. بعد كده الديفينيشن ليست إن هو بيجيب لك مثلا العنوان، وبعد كده بيقول لك ايه التعريف بتاعه. طيب الحاجات دي احنا عايزين بقى نكتبها بال HTML. تعالوا كده نشوف نكتبها ازاي. اول حاجة احنا هنعمل ال unordered list. دي ال unordered list الاختصار بتاعها UL، والقفلة بتاعت الوسم UL، وجوه الوسم LI اللي هو list، واقفله بالليست. سوري الاي برضو كنترول دي، واكتب هنا مثلا اللي هو الاسم الموجود اللي هو التي كافي، احفظ. تعالى نعمل ريلود زي ما انتم شايفين. ده الانرو اوردر ليست. طيب الاوردر ليست عباره عن ايه؟ الاوردر ليست ما كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا بحط هنا او بدل اليو، واقول له سيف. تعالى اعمل ريفرش. زي ما انتم شايفين بقت اوردر ليست 1 2 3. طيب الثانيه بقى اللي هي الديفينيشن ليست اللي قلنا عليها، عباره عن العنوان والتعريف اللي تحته، بتتعمل ازاي؟ ركزوا معايا علشان فيها بعض ثلاث اوسمه مهمين. اول وسم قلنا الديفينيشن ليست يبقى دي ال، ووسم القفل دي ال برضو، وبعد كده الوسم اللي هو اللي انا هكتب فيه التعريف اللي هو مثلا اللي هو الوسم دي تي، وهقول له الكافيه. سوري واقفل بالايه بالدي تي. طيب التعريف بقى الديفينيشن بتاعي هقول له الدي دي، واقفل بالدي دي. هقول له ان هو اول حاجه ان الكافيه بتحتوي مثلا على انواع، مثلا في عندي بلاك وعندي وايت. تعالوا نعمل ريفرش. زي انتوا شايفين. طيب نعمل كمان واحدة او كمان لستة، ما علينا ان احنا ناخد الاكواد دي، وهنقول مثلا هنا بدل التي هنحطها قصدي تي، وهنا هنقول مثلا في بلاك وفي عندي جرين. ريفرش زي ما انتم شايفين. طيب انا عايز اعمل دي بولد. كان عندي وسم، الوسم ده انا اسمه بي او اختصار كلمة بولد بي. طيب لو عايز اديها لون تاني، ها اللون كنا بنعمله منين؟ ايوه اللون قلنا ان عندي الفونت، وبعد كده color هيساوي red، واقفل بالوسم ايه فونت زي ما انتم شايفين. وبكده ينتهي درس الليستس النهاردة الليستس. وبعد ان شاء الله المرة الجاية او الدرس القادم بإذن الله هناخد الفورمز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.